السلام عليكم. النهاردة مسألة نفهم في الميكانيكس نشرحها بإذن الله، ربنا يوفق الجميع. فكرة المسألة دي بكل بساطة إنك بتجيب الزمن الابتدائي والزمن النهائي عشان تعوض بيهم في تكامل العجلة بالنسبة للزمن، فبالتالي تجيب السرعة. هو مديك الزمن النهائي اللي هو بأربعة سكند، ومديك إن القوة ده اللي في الزمن، ومديك الماس تساوي 25 كيلو جرام، ومديك معامل الاحتكاك الاستاتيك 35%، ومعامل الاحتكاك الكايناتيك اللي هو الناتج عن الحركة يعني 25%. انت هتستخدم معامل الاحتكاك الاستاتيك او دالة الاستاتيك، خدناه في الترم اللي فات، وهو سميشن فورس في اكس بيساوي صفر، وفي واي بيساوي صفر، وفي زد بيساوي صفر، هنا اكس واي بس. فاحنا بناخد معادلات الاستاتيك فبنقول بنستخدمها هنا بقى. ادي الجسم السرعه الابتدائيه بصفر، تمام. الجسم قوه وزنه لاسفل في ام جي، والنورمال فورس لفوق، والقوه بتشد الجسم يمين، وعندنا طبعا معامل الاحتكاك الاستاتيك، يعني دي كلها افتراضات استاتيك ام اس ان. سمشن فورس في اتجاه اكس بيساوي طبعا احنا افتراض الاتجاهات على حسب اتجاه الحركه، يعني لو القوه هنا بتشد الجسم في الاتجاه ده يبقى اتجاه الحركه كده يمين بلس في اكس وفي واي، وهكذا لو في اي اتجاه بقى حسب اتجاه الحركه. فاحنا فرضنا ان الاف اكس هنا يعني الاتجاه هنا موجب في الاكس وفي الواي، تمام. هدول سميشن فورس في اتجاه اكس بيساوي صفر، ومره تقول سميشن فورس في اتجاه واي بيساوي صفر. لما تقول سميشن فورس في اتجاه واي بيساوي صفر، يعني هتقول ان ناقص ام جي بيساوي صفر، يعني اذا ان هيساوي ام جي، والام جي بتساوي كام؟ الام بكام؟ ب25، الام ب25، والجي 9.8، لما تضربهم في بعض يطلعوا 245 اوكي نيوتن، عشان دي نورمال فورس. جبت ال n، سميشن فورس في اتجاه x هيساوي صفر عشان دي معادلات استاتيك. الفورس هو مديلك ده اللي في الزمن بيساوي 10 تي سكوير. يبقى تقول الاتي، هتقول سميشن فورس في اتجاه x بيساوي صفر، سميشن الفورس هتلاقي ال F ناقص ام اس لو عامل احتكاك في نورمال فورس بيساوي صفر، يعني اذا F هيساوي ام اس ان. وانت عندك ال F اساسا هو مدالك في المسألة بعشرة تي سكوير، تمام، يبقى تحط 10 تي سكوير. مديك معامل الاحتكاك الاستاتيك 35%، بتحط 35%، وانت جبت النورمال فورس ب245. كده بقت دالة بسيطة جدا بالنسبة للزمن، تعرف تجيب الزمن بكل سهولة من المعادلة. تبسط المعادلة وتجيب الزمن، وهو ده الزمن الابتدائي اللي انت هتحتاجه في تكامل العجلة فيما بعد. فانا استخدمت الاستاتيك عشان ده الزمن الابتدائي، علشان ده حالة السكون قبل الجسم ما يتحرك، وهو ده الستارتنج تايم. طيب الجسم بقى لما يتحرك يبقى يحصل ان هيحصل معامل فريكشن، كاينيتيك فريكشن، احتكاك ناتج عن الحركه. فبالتالي لما اشتغل بمعادله الحركه يبقى احط ام كي وليس ام اس، لان كاينيتيك هنا ايه؟ كاينيتيك كوفيشنت، نفس المعادله السابقه ولكن هنا هيبقى ام كي. لكن بقى هنا في حاله واحده، سميشن فورس في اتجاه اكس هنا ما بيساويش الصفر لان هو الجسم بيتحرك، تمام. كل المعادلات موجوده، يعني الاف موجوده والام كي موجوده والان موجوده والام والاي موجوده. سميشن فورس في اتجاه واي برضو بيساوي صفر دايما في كل في اي مساله من النوع ده، يعني لان الجسم مش هيطير، فدايما سميشن فورس اتجاه واي في النوع ده من المسائل هيكون بصفر، تمام.
ال F موجودة اللي هي 10 تي سكوير ناقص ميو كي موجودة برضو، وال N اللي بتساوي ام جي اللي هي 245، وال M كي ميو كي اللي هي 25% بتساوي M اللي هي 25 في A. بقت معادلة سهلة جدا. ال A هي المجهول واحد، تمام، ال A هي المجهولة، وطبعا التايم مجهول. ما انا عايز بقى معادلة العجلة تكون دالة في الزمن علشان اعرف اكملها واجيب السرعة. فبالتالي معادلة السرعة عشان اعرف اجيبها بقول ان ال V بتساوي V نود السرعة الابتدائية زائد تكامل العجلة من زمن ابتدائي لزمن نهائي. الزمن الابتدائي اللي هو الستارتنج تايم اللي انت جبته ب92، الزمن النهائي اللي هو تي ممكن تسيبه تي او تعوض بالاربعة اللي هم ادالك مباشرة. وكامل العجلة بالنسبة للزمن تزود على أس واحد اسمها أس جديدة، ولو كان في ثوابت بتضيف لها تي، يعني لو كان مثلا قوانين بقى التكامل، لو كان في واحد لما تكامله يبقى واحد تي تكامله بالزمن وهكذا. يبقى إذا الفي في الآخر هتساوي 2.5 متر بير سكند. فكرة المسألة دي كانت في إيه؟ انك ازاي تجيب الزمن الابتدائي اللي هكامل بيه العجلة، هتجيبه من الاستاتيك لما تعوض في المعادلة دي في الاستاتيك، ودي كان استاتيك بتاخد الاستاتيك فريكشن وهكذا. ودي كده كانت اول مسألة، وربنا يوفق الجميع.